يعني حنان من الاشخاص اللي استفادت من ملاحظه الجارحه هذيك الجمعه واشتغلت على حالها. برافو حنان، انا بتزقف لك شخصيا لانه بحب الانسان هالقد بيتقدم، يعني بياخذ الموضوع جدي وبيتعاطى معه كمان بجديه، مش انه بس بيسمع ملاحظه وبيكبها ويداره، لا بالعكس نفذت اللي قلت لك اياه وبينتي انك بتغني. يعني سكينه رجعت لورا كثير اللي كنت انا مضيعتني، وانت بينتي انك بتغني وكنت ضايع هذيك الجمعه. برافو بتر ذان لاست تايم. مش كافي بدي اكثر منك، انا عارف انه عندك شيء كثير حلو بصوتك. في سرعه كمان بالمغنى بس مرق لك اياها لانه عملتي اف 4 اوريدي. الاف 4 اللي عملتيك بالنسبه لي كثير مهم، اصلا غنيه صعبه. يعني هي جمله بدك دي دي دا 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 دي سينكوبيت بالنسبه للعالم العربي مش كل العالم بتعرف تغنيهم صح وكذا، فبالنسبه لي هي اوريدي غنيه فيها انترفالات عاليه تاراري دا دي ترى. بالنسبه لي برافو اختيار الغنيه صائب، وبينتي انك يعني بتحملي دعك، يعني اذا واحد بيدعكك شوي بيعطيك مثل ما بيقولوا بوست يو، يعني يو اكسل. برافو، بديك تشدي حالك. What you did already is enough for me. انا بالنسبه لي هالبرفورمانس لهالغنيه كثير منيح، كثير فرق بين هذيك، فرق شاسع يعني. فبرافو حنان، مش عم براضيكي بس لانه الشيء الحلو ما فينا نخبيه ونقول عنه مش حلو. هيدي يلا خلص قطعت ساعتها.